نقدر نمشي انا لا بونك بالكريدي ديال العلاقه ولا ممكن انني نشوفها على اش مبادره نشوف فرصه فهمتي دابا كاين حتى الاخوان اللي شافوا فرصه كنصحك تزيد تسير سير حتى حتى على اش مبادره سير طلب ربما يكون البروجي ديالك باقي خصك تبدع على اش مبادره انا كنظن 100% مستعده تبدع وهي خدامه على المستوى الاقليمي هذا اللي فيها مزيان يعني اذا شي واحد خارج الاقليم ما كتعطيهش وفي الاقليم تقريبا ما بين لا في الجامعه ديال العريش ماشي تقليدي ماشي حتى قصرت خدامه ليا في العريش ومن بروجي اللي خرجت في العريش في على ما اعتقد كان في 2016 كانوا وصلوا حتى 120 بروجي وكان معدل سنوي 80 ما بين 50 60 80 بروجي كيخرج سنوي وخاصة هي كتخدم حتى على كدعم حتى البروجي ديال الترونسبور علما ان واحد النقطه اللي كتمشي تقول لهم بغيت كريدي باش ندير طوموبيل راه ما كيعطيو والو تمشي تقول لهم شنو هي فيه الناس اللي جات فورا عارفه هذه المساله لان الكريدي كيقول لك ديك الطوموبيل غادا ولا بعدا غاتقلب لك او الله يحفظك المهم عاد تمشي سيت هذيك ما نقدرش نرد بها الكريدي ديالي فهمتي خاصة ملي كيكون عندك كريدي وعاد ردو فلهذا العلاج المبادره كتخدم حتى هذه البروجي وخدمت خاصة البروجي ديال المواطر ديال ثلاثة ضروري اللي كاين في الاقليم ريبوردر خدمتهم بزاف راه جزء كبير من الميكروبورتال اللي كاين في العريش هي خرجتهم لهاد الناس هاد من خلال ديك الخيدي ديال 3 مليون 4 مليون ديال السنتي داكور اللي كتفيرونسي هي مؤسسة التمويل الكومون اللي كنتو كتعرفوها كتمسمي شحال هادي لا سي سي جي كيس ناسيونال كارونتي دابا مسميها مؤسسة التمويل الكوم مؤسسة التمويل الكوم عندها بزاف ديال سميتو ديال لي بروغرام فيونسي كاين كاين لا لين فرونس بالنسبة للطلبة وكاين لي بروغرام ديال لينوفاسيون ياك ولا الدعم كيعطيو الدعم سميتو ماشي دعم قروض شرف دي كريدي دونور و تيعطيو دي كوفينونسمون كيسميهم اللي هما كيديرو شراكة بينهم وبين الأبناء مثلا مؤسسة التمويل كتفينونسي لك واحد 30% ديال المشروع والبنك كتفينونسي لك واحد 30% واحد آخر ياك 40% كيفينونسيها حامل المشروع خصو يفينونسيها حامل المشروع وهاد هاد الكوفينونسمون ما كي ما كت ممكنش نشتركها مع بروغرام واحد آخر دونك كدير كوفينونسمون ما بين غير مؤسسة التمويل ياك والابناء حامل المشروع وهادي ادريسي للمشاريع اللي كما خطا سميتو بحال سميتو لي زاندستري ديال الوضع حنا كنبقاو غير راه كيجيو المستثمرين من كازا ولا من مراكش كيجيو لي ترانسفورم حيت في هاد الجهه كاين اكبر ميناء اللي هو طنجي ميناء كاين الشبكه الطرقيه اللي كتوصل كتربط ما بين المغرب والهوايا كاين سميتو الشبكه الحديديه الطرق الحديديه الشبكه ديال سميتو ديال الطرق الحديديه اللي كاينه في طنجه توصل حتى للموقع كاينه سميتو المطارات اللي كاين المطار ديال بونطوطرا شفت التوسعه ديالو مؤخرا اللي هو مطار دولي كيستقبل السياح ولا المستثمرين اكسترا ف كتميز من الاخر فيها الصناعه اللي هو فيها ثاني خط صناعي اللي هي طنجه وفيها السياحه اش تعتبر بلي راه واحد المنطقه اللي هي جميله خاصها البحر الجبال جوج ديال البحور البحر المحيط من هاد الجهه ومن هاد الجهه فيها احسن شواطئ قريبه لاوروبا قريبه لاوروبا مشروع مؤخرا اللي يربطوا بين اوروبا والمغرب القنطره اللي عندها تونل عليه ان شاء الله من هنايا تمايا ما شحال حاجه تيعوم اللي يمشيو تحت اللي يمشيو غير تحت الماء صراحه سميتو الجهه ديال تيبان تيبانطاج الحصيمه صراحه ما عرفتش زعما علاش علاش الثقافه المقاومتيه بقى فيها ضعيفه وهذا هو الهدف ديالنا حنايا هو ننميو هذه الثقافه المقاومتيه ديال في الجهه اذا باش نغلو فكما قلنا القروض كيتفرقوا لجوج انواع قروض اللي هي شرفيه اللي كيكون فيها طول انتيري زيرو كمثال فرصه مثال اخر اللي هو مبادره لا راجل
كاين عندكم نورمالمون نسول شكون اللي عارف العراق شكون اللي عارف العراق شنو مبادره كيعرف العراق شنو مبادره حتى واحد كاين اكبر ميناء اللي هو طنجة كاين الشبكه الطرقيه اللي كتوصل كتشكلت تربط ما بين المغرب والهوايا كاين سميتو الشبكه الحديديه الطرق الحديديه الشبكه سميتو ديال الطرق الحديديه كاينه في طنجه توصل حتى للموحل كاينه سميتو المطارات اللي كاين المطار ديال بونطوطرا شفت التوسعه ديالو مؤخرا اللي هو مطار دولي كيستقبل السياح ولا المستثمرين اكثر ف وكتميز من طرف فيها الصناعه اللي هو فيها ثاني خط صناعي اللي هي طنجه وفيها السياحه اللي تعتبر اللي راه واحد المنطقه اللي هي جميله خاصه هذا البحر هذا الجبال جوج ديال الحورا البحر المحيط من هذه الجهه ومن هذه الجهه فيها احسن شواطئ قريبه لاوروبا قريبه لاوروبا مشروع مؤخرا اللي يربطوا بين اوروبا والمغرب القنطره اللي عندها كنا العريس ان شاء الله من هنايا تمايا ما شي حاجه قالت لي هما اللي كيمشيو تحت اللي يمشيو غير تحت هما صراحه سميتو الجهه ديال تيكون طاجا الحزيمه صراحه ما عرفتش زعما علاش تقع في المقاومه وتبقى فيها ضعيفه وهذا هو الهدف ديالنا حنا هو ننميو هذه الثقافه المقاومه في اذا باش نغلبوا فكما قلنا القروض كتفرقوا لجوج انواع قروض اللي هي شرفيه اللي كيكون فيها طول انتريزاو كمثال فرصه مثال اخر اللي هو مبادره لا راجل اللي كاين عندكم نورمالمون نسول شكون اللي عارف العراق شكون اللي عارف العراق شنو مبادره كيعرف العراق شنو مبادره حتى واحد داخل علاش شنو الدور ديالك راه كانت جات عندنا السي هشام العقل كانوا كيجيو عندنا الكليه متعلمين التخصصات كنا كنديروا معاهم دو غيونيون دي زيفينمون داخل الكليه الرئيس ديالو هو السي عمراني هذه عباره على واحد الجمعيه استاذ مصطفى العمراني وقيل مصطفى عمران مصطفى عمران مدينتي لا ما عرفتش لا الجمعية سميتها مصطفى العمراني على مش مبادرة مهندس مش عارف اول ولا داخل فيها ولا بحال الجمعية اللي كتسد هذه الدور انا ما عرفتش الدور واش غير هذا الشخص ما عرفتش المهم انا ما عرفتش شكون نفس الشخص ولكن هذا السيد هذا المهم كنيسو العمراني هو كيتبنى المشاريع هو كيتبنى المشاريع هو كيتبنى المشاريع هو هذه الجمعيه شنو الدور ديالها؟ كتاخذ دعم من طرف الدوله هي كدير دور الوسط كتاخذ فلوس من عند الدوله وكتاخذ كتلاقى مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الكليان ياك وكدوز هذوك لي بروغرام عن طريق ماذا؟ عن طريق كتعطي عباره عن كريدي عباره عن دعم يعني كريدي سون طو دانتيغ وعندهم شراكه مع الاندياش لان الاندياش هي ممثل ديال انتم عارفين ممثل ديال الاداره داخل الاقليم من خلال هذه البروغرام يعني كنهضر في الطالي بروغرام شنو كدير؟ كتعطي لي كريدي كيوصلوا حتى 250 الف درهم 25 مليون ياك كتعطيهم سون طو دانتيغ ما كايناش طو دانتيغ وكتردوا في غضون 8 سنوات تقريبا وعلى حسب النوعيه ديال البروجي كاينه لي بروجي اللي كتسهل معاهم كتوصل حتى 12 عام وكاينه لي بروجي اللي كتحاول تزير معاهم على حسب شحال غدخل داك البروجي اذا كان بروجي كيدخل بزاف كدير معاك 5 سنين كنأكد لك بان هو